طيب آسف منكم بس راح يتأخر الفيديو ساعة كمان. الفيديو بيحكي عن حفوظة جزء جديد وتاز الفيديو. وإذا كنت كردي بيهمك كتير الفيديو بيهمني كمان إلي، عشان هيك ارفعش لفوق وروح افعل الجرس وبعد ساعة بتعرفوا عن شو الفيديو. لا تتحكموا قبل ما ينزل الفيديو، يعني ما حدا يقول لي جواني ليش هيك هدي، ما حدا حكى، لا شوف الفيديو كامل بعدين بتحكم إذا حكي كان صح أو إذا حكي فيه شي غلط. عشان هيك بعد ساعة على قناتي ارفعش لفوق وروح افعل الجرس بالقناة حطوه على الكل. حبايب شكرا لكل الفانزات اللي بيعملوا لي تصاميم، انا بعرف اني مقصر معكم بس حقكم على راسي من فوق والله. حبايبي بدي تصاميم حلوه على اخر كم فيديو نشرتهم، شغل حالات واتساب وهيك. سووا التصميم وعملوا عليه تاج لالي او انشروه على التيك توك وعملوا عليه تاج، تمام؟ رح شارك احلى التصاميم والتصاميم الحلوه كثير رح انشرها عندكم. عشان هيك يا جماعه بدنا تفجير التيك توك الفيسبوك الانستغرام، كل التصاميم لجواني من فانزات الحلوين. الله يسعدكم انتم اخواتي والله. اوكي وين التصاميم الحلوه؟ ورجوني هون فاتحة ملاهي هنيك هلا رايحين عليها. يا جماعة صدفة شفناها، يعني الله برب يا ربي دخيل. على فكرة نحن عم نتمشى صدفة بهرب شفنا من ملاهي، مشان الأولاد مش تطلع لي ملاهي، بهرب من ملاهي تطلع لي ملاهي، بس يلا رايحين ننبسط. ياي الله وفق عليك. سام جريسا ملاهي. شو سام؟ ملاهي. يا حبايبي هلا رح نطلع أنا وجريسا بالإطار. خايفة؟ لا لا تخاف يا عمري، انا معك. اوكي هات ايدك. لا هابي شوفوا حبايبي، شوفوا. اوكي فيه طلعات ونزلات. يس انا شخصيا خايفه بس انه اوكي سلكوا. لا تخافي انا معك، بس اوعك تبكي او هيك عادي صرخي.